مساء الخير عليكم حبيباتي، وش راكم؟ جاي صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله. ان شاء الله هذه لا فيديو تلاقيكم كامله مهنيين. لا روتين تاع اليوم راح تكون مختلفه، ماشي كامل كيما العاده، بزاف سبيسيال ان شاء الله تعجبكم. وبديت لكم لانش بوكس تاع بنتي، شوفوا هاي كبرت الله يبارك، وليت نوجد لها لانش بوكس، ولات تروح لاكريش، وكل يوم ان شاء الله تروح ليكول، من بعد تروح للجامعه. قولوا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يكبرها على الدين والطاعه يا رب العالمين، وان شاء الله يرزقكم ما تتمنوا. اللي ما عندهاش الدريه ان شاء الله كل يوم ربي يرزقها، وكما نقولوا يحل حزامها. قولوا برك امين ودعوا، ما كاش قد الدعاء. فوالا البنات، وهنايا وجدت لها هذا التوست اللي درت فيه بورسيون تاع الفرماج، بطاطا تاع الياغورت، مادلين كان عندي شويه تاع تفاح وعنب وشويه تاع الجوز. واكيد الحاجه المهمه هي عمرت لها الماء الى روماركيتو، هو الاول انا نسيني فيتي على قد ما نقدر هذوك لي جو عفايس هكا تاع الحلاوي، ما رانيش مثاليه زعما ما يدخلوش لداري، ماذا بيا مي ساعة على ساعة تشرب منهم تاكل الحلاوي، مي مشي كل يوم. فوالا هذا هو المقصود، ميم نتوما ليكم تسمعوا فيا، اذا الله غالب جوغ دخلتوا الحلوى بلا ما تفيقوا لولادكم، سيو نحوها لهم قبل ما يكبروا وتحصلوا فيهم، ومن بعد كي تولي الكارثه ما تقدروش كم تنحوها لهم، سنانهم يتسوسوا، تنقص لهم المناعه، بزاف عفايس من هادو الحلاوي والسكاكر. شوفوا نحنا الكبار كي والفناهم كيفاش ولينا ما ناكلو شويه حلوه. وجدت لها ساكادو تاعها، لبستها، لبست لها، ما نقدرتش كيفاش نبارطاجي معاكم اللبسه، سينو كيف حرب، تعرفوا شنو حرب؟ حرب انا وياها باش تكمل تلبس هذيك اللبسه. ودوكا راني مشت لها في شعرها كما راكم تشوفوا، كاين لقطات نحيتهم، تعيط ربي اللي خلقها. المهم هادو هما كامل دراري، وانا اللي نستعمل هذا بروتيكتور، هو سوا بروتيين من لا مارك شالين، ماشي كامل غالي، اللي ولادهم شعرهم هكا جاي ماشي هذوك الخشين بزاف، تقدروا تستعملوه بزاف هايل. شوفوا البنات نبشيتي في لابوس نعمرها، ومن بعد كي تنجوز لها هكا بشعرها تمتم ينطم كامل هذاك الشعر، او ميم طون هادو لي بوكل اللي نديرهم لها يقعدوا توت لا جورني، وهما هكذا ما يحولوا ما يزولوا وما يطلع لها في السما، بزاف هايل. تتفاصون دوك نخلي لكم هنا لا فوتو تاعو، باش هكذا اللي حب تشريه تقدر تشريه فاسيل، على بالي ما بان لكمش مليح. وكيما كم الناس كأول عادة يدخلوا لاكراش ولا نفتحوا ولا نكسروا فوقهم حبة تاع خفاف، هي هنا ما كانت فاهمة والو، تقول لك واش هو يسرى واش كاين. ودوكا حبيباتي حنهضر لكم على أروع صابونة جربتها في حياتي، صدقا من أروع الصابون اللي استعملته. أول حاجة راهي طبيعية 100%، مخدومة غير بزيت جوز الهند، بوردو كاريتي، زيت اللوز، زيت الخروع، وزيوت واحدة أخرى طبيعية، ومكونات وفيتامينات هايلة للبشرة، ومخدومة كاعنا بحليب الآتان. البنات هاد الصابونة اللي كنت بارطاجيتها معكم مي جامي قلت لكم وين شريتها ولا وريت لكم لا مارك، اليوم حبيت نفيدكم بها كيما انا فادتني، وراني اكثر من شهرين وانا نستعملها، قلت وعلاش ما بارطاجيهاش معاكم. قلت لكم نعاود لكم راهي طبيعيه وامنه على البشره، ما تخافوش كامل منها، سورتو اللي عندهم بشره حساسه راح تخرج على جميع انواع البشره. تتفاصون دوك نخلي لكم رقم الهاتف لهنا ولا باج تاع الانستغرام باش وين تكمونديوها. سينو وشو نقول لكم عليها البنات، صدقوني ارخص صابونه ممكن تستعملوها وتعطيكم نتيجه مبهره كيما هادي، عندها ترطيب بزاف هايل. اول ما تغسلوا بها اول حاجه تروماركيوها في يديكم تحسوهم مرطوبه، لابو تاعكم تحسوها كيما تاع البيبي. انا عندي شحال ما مسيتش لابو تاعي ولقيتها بهاد النتيجه، رطبه وحنينه. بركي تستعملوها استعملوها بحركه دائريه باش تعطيكم نتيجه مليحه. سينو هذه الصابونه القديمه حبيت نبارطاجيها معاكم، حتى كملتها باش فتحت صابونه دوزيام، وقلت لازم هذه تكون عند حبيباتي لانها راح دير لكم تغيير كبير في البشره تاعكم. البنات اللي حبت تكمونديها هاوليك الرقم دوك يخرج لكم لهنايا، دير توصيل جميع ولايات الوطن، سيو هاد الصابونه وما تندموش على ضمانتي. اول خطا نشكر في حاجه
كما شفتوا حبيباتي، الحاجة الأولى اللي بديت بها هي الابتداج تاعي. أنا كثر يكون مالح سوختو هكا مع صباح، نحب المالح، نحسه يعطيني واحد الانرجي بزاف هايلين اللي نقدر نلتا بيهم بداري وبناتي. ومن بعد الحاجة الأولى اليوم اللي درتها جست لي سانيتير، نقيتهم ماشي بالطبع بالطبع كيما نقولوا، مي حكيتهم هكا، درت لهم رغي والله الله. وهذا كيما نقولوا هذا التريو هو الشباب كلاس، سوختو كي جاي في النوار زايد النص، مي تمتم يشهب لي. يعني غير تغسلي وجهك ولا تبروسي سنيك تلقايه كامل مطاشي بواحد البيوضيه، ما فهمتش كامل منين تجي. الوغ نحب هكا نغسلو ونحكو باش تقعد فيه هذيك لابغيونس. وراني نستعمل البتراء، البنات البتراء ديجا راهو قديم في السوق، وحاجه كيما نقولوا حاجه دو كاليتي، ما تخافوش كامل منها، ويريح بريح تنقى وميم طون زوج في واحد، يعني ينقي لك ويعقم لك، وراهو كان يدير لك هذيك الرغوه اللي نستحقوها. يعني كي تستعمليه بلا ما تروحي تستعملي ليكيد فيسال ولا كش ما تزيدي باش ترغوني، هو راهو يقوم بالحاله. وقلت لكم ريحته هبال، وانا دائما نحب نجيب لكم غير لي برودوي رخاص، يعني هذوك الغاليين بلا فايده ما نجيبهمش، نحب حاجه رخيصه او ميم طون ايفيكاس. شوفوا يخلي لكم واحد لابغيونس في العيون، وهذا لافابو كيفاش يردوا واش نحكي لكم، يعني ما شاء الله ينقي تري تري بيان، تقدروا تسيقوا به، تمسحوا به، تنقوا به الليفي تاعكم، يعني راهو متعدد الاستعمالات. كي تلاقاو معاه اشروه وعينيكم مغمضين، ورجعوا لي تحت في لي كومونتير اللي استعملوه. هنايا شليت كلش، ومن بعد غسلت هذاك الحبل وزدت شليته، حطيته ينشف بجه، ومن بعد شليت لافابو عاودت مسحت هكا بتويلق خفيف باش ما نخليش الحاله مشمخه. سورتو اللي عندها المبل من تحت تاع الحطب لازم تنشفوا باش ما يرشلهاش مع الوقت ويفسد لها، اوليو يقعد لها 10 سنين لا يشد معها عامين وخلاص. فوالا رجعت لي بغوسا دون كلش حاجه في بلاصتها. وهنايا راح نجوز نشي شف كيما نقولوا غير خفيف. كان درت البتراء قلت لكم يعطي ريحه ويعطي لكم هذيك الرغيوه اللي نستحقوها. جوزت نشي شف كيما نقولوا بطبع وشان، واحد الخطا دوكاني نمسحت فكرت حكيت السالون بالطبع يا البنات بالطبع، ما خليت حتى كوانا، جبت الماء وكملت مع الاخر. واش نسيت هيا قولوا لي لما الفات سالكم، نسيت مور الباب، مور الباب تاع الصالون ما مسحت ما نقيت ما والو، من بعد ضربت على عقلي ما صبتوش، صافي لازم تعاودي تجيبي وتعاودي تمسحي. عاود درت دوبلو ترافاي من يوم، لا لا غير راني نواسي معاكم تفكرت هذيك اللقطه. قلت الباب مور الباب ساعات تشوفوا مع التربيه وكلش، وتقول يعني خليت حاجه طيب وبنتي راهي تبكي، ولا غير قولي ديري عفسه ديري حاجه خلاف كامل، يعني راني مليحه كي راني نخدم هكذا والله العظيم. عبالي كاين بزاف كيما حالتي ويولو ينساو. المهم رجعت كل حاجه في بلاصتها، وكيما نقولوا يا مزين قالوا كان يبقى، الدنيا رجعت تولول. وهذه هي اللحظه اللي يطلع لي فريمون صحيه البنات فيها الموغال، كي نلقى داري مقيه وبناتي هكا كيشعلوا ما شاء الله، وسورتو دوكا البنات تاع دوكا ولا دراري اي ما يوسخوا بزاف رواحتهم. هنا حبيت نبارطاجي معكم هاد الوصفه روعه البنات، دير غير بالياغورت ناتور، دير لها 3 مغارف كبار تاع الزيت، نص مغرفه كبيره تاع الخميره، ونص مغرفه كبيره تاع السكر، وتخلطيهم كامل مع بعض حتى يولي كريمه، ومن بعد ترمي هذيك الفرينه والملح. هادو كما نقولوا يجو معجنات تاكلي بيهم لاتاي ولا اي حاجه، تجوزي بيهم هكا مع الصباح ولا تعطيهم لولادك في الكوتي. واش نقولكم والله هي البنات غير يجو خفاف ريشه. فاروق ياكل ويقول لي بزاف بنينه، اي قلت له هذه حسبت لك فيها الحليب ولا فيها الماء؟ قلت له هذه راهي مخدومه غير بالياغورت ناتور. قال لي فقلت لها بلي حاجه سبيسيال ماشي كيما مالفا ديري هذوك المعجنات. قلت له هذه تاع كيما نقولوا تاع قاعده بالطبع، هذه هي البنات. وهنايا نطمها، مي ما تطموهاش بزاف يابسه باسكو على بالكم ما فيهاش سوائل ابار هذاك الياغورت الطبيعي، وتقدروا تضاعفوا الكميه زعما ديروا زوج بايط ياغورت طبيعي باش تعطيكم كونتيتي شويه كبيره. فوالا هنا خليتها طريه كما راكم تشوفوا، وخليتها تخمر 30 دقيقه، ومن بعد عاود هبطت لها الخميره تاعها. اصلا ما تطلع لكمش بزاف بزاف باسكو فيها غير نص مغرفه هذا مكان. ومن بعد انا قطعتها هكا كويرات بزاف صغار، انت كيما حبيتي، يعني تحبي ديريها خبيزه، تحبي ديريهم شويه كبار كيما البريوشات، فوالا كيما حبيتي ديري.
وفخزيتهم من داخل بلي بورسيون تاع الفرماج هكذا، وحطيتهم على شكل قلب. قلت لكم انت تحبي ديري ورده، تحبي ديري قلب، تحبي ديريها نورمال مدوره، هذه خليه النحل في الخليج ما يستغناوش عليها، يموتوا عليها ويديروها حلوه، يديروها مالحه كيما حبيتوا، تقدروا ديروها برك اذا درتوها حلوه ديروا لداخل الشوكولا. هذا ما كان، وندهنها بشويه تاع صفار بيض. ايه البنات انا عاود شفت الوصفه، ديروا هذيك البايات لداخل، درت لها حبه بايات ما تنساوش يا اخي، جو كميه سوائل بزاف. فوالا ندردر عليها الجلجلان، بنات الجلجلان سيو دخلوه لولادكم، يعني بزاف مفيد. انا من نهار اللي سمعت مدام دادح تقول بلي الجلجلان معمر بالكالسيوم، وليت ندخلو بزاف في هي دير به الكسره تاع هذيك البنينه اللي تشهي، انا وليت بزاف ندخلو هكذا في المعجنات التوعي. فوالا البنات شوفوا كيفاش يجي، ولا غير تجي تشهي، تجي حمره من تحت وحميمره من الفوق، وهذاك يعني العجينه تاعها تجي قطنيه قطنيه بنينه تنتكل ما بين الشوارب، سورتو الا درتو معاها لاتاي. واش نقول لكم، ولا مام كاس البن، انا هادو المعجنات نحبهم يا بلاتاي يا هكا بالبن، تجي ما شاء الله ما شاء الله. ولا تاكلوها بليسو بشربه كيما حبيتو، كل وحده يا اختي تاكل كيما تحب الكريشه ديالها. هذه هي الشكل النهائي تاعها، شهيتكم في الجنه البنات. سينو قولوا لي واش راكم حابين ندير لكم كوم وصفات، خلوا لي لتحت باش هكا نسيني نكتب الوصفات اللي راكم حابينها ونديرهم لكم. ودوك البنات حاب نبارطاجي معكم واحد الوصفه، هذه اللي عشاق البدنجال واللحم، هذه راح يحبوها بزاف بزاف. سينو اللي ما يحبوش اللحم تقدروا تبدلوا اللحم بالدجاج عادي يا البنات، وسهله مهله في وقفه ديريها، والشكل تاعها يجي بزاف هايل. ويعني راهي وقتها وقتها سورتو مادام كاين الرمان، ديروا لها الرمان من الفوق يعطي واحد البنه بزاف هايله. الوغ الحاجه الاولى اللي درتها جبت لافيون داشي تاعي، شوفوا البصل المعدنوس يتقطع رقيق على قد ما نقدروا، يعني قد ما تعرفي تقطعي رقيق قطعي وما تندميش، مي بصح ما تسكرفديش البصل برك باش ما يتلق لكمش. هذيك المروريه ويعطيكم بنه بنينه في الماكله ديالكم. زدت لها الملح وزدت لها فلفل كحل، ودرت لها حبيبه تاع ولاد الدجاج وشويه تاع لاشابلور باش ما تجينيش معاها، ومن بعد كنت نشكلها هكا يعني دوائرات ونحطها تتقلى عادي، ما كاش ما اسهل من هكذا. ودوك البنات نبارطاجي معاكم، يا ربي شوف يقول لك ماشي مليح، يقول لك لي زاد في منامو زاد في عذابو، ولي الف على روحو عفايس ماشي مليح، يقول لك الدور الدنيا وتصرالو صرالو. الوغ الواحد يفيتي يفول على روحو حوايج ماشي مليح، بيسكو والله ما مليح يا البنات صدقوني، كي تفولي الحاجه ماشي مليحه تصرالك. كيما راكم تشوفوا هنا راني نطيب في امان الله، مي بصح انا حنبارطاجيها معكم. او ميم طون نقول لكم البنات دائما كي ديروا الباذنجان الفلفل الثوم في الاير فراير لازم تثقبوهم باش ما يطرطقوا لكمش. انا ربي سترني حبه باذنجان دارت واحد الحس يا البنات اون ديغي بومبا، كي نقول لكم الكوزينه ترعدت، الكوزينه ترعدت، وربي والله ما حب لي الشر يا البنات. انا جوست فتحتها هكا كيما راهي لهنا، درت باش نجيب ساشي، لو فات لي درت باش نجيب ساشي ونحط الباذنجان نسمع طراق، تشوفوا الدنيا القاعه هذه حبه برك باذنجان، البلافون تعمر لي البيبان تاع البلاكار، الطابيل تحت تعمر حتى رحت غسلته، الاير فراير من الفوق، المهم الدنيا كامل ولات باذنجان، وهي حكايتها غير حبه باذنجان طرطقت يا البنات. وإيماجيني وكان جات في وجهي مشي تحرقني، وانا هكذا كنت تانية كنت واقفة قدامها برك درت، رحت جبت ساشي وهي تترتق. ربي سترني دائما كي ديروا الارفراير في الارفراير لازم تتقبوا الحاجه باش ما تترتق لكمش، وهذه صارت لي ديقه ومازال ديقه دوزيام. برك نقول لكم باللي درت هنا الثوم الزيت والملح، وديروا الكغياغ، انا درت واحد الكونتيتي تاع 100 غرام تاع الكغياغ، مي كي كنت نصور ما صورتهاش راحت لي.
الوغ البنات قلت لكم ربي يسترني، انا نبارطاجي معكم هادو ماشي باش نقول لكم زعما كاين ناس زعما تبارطاجي من بعد تقول لك اه عينتوني، حاشا ولله بالعكس، ولا غير عينكم بارده عليا وعلى بناتي وعلى داري، ونلقى منكم غير الحب غير هادوك لي ميساج شابين، وربي راهو عالم واش كاين في قلبي. جامي قلت لي زابوني توعي عينوني، بالعكس الناس اللي يكونوا توجو قراب ليك هما اللي جو يقيسوك بالعين، الناس اللي بعاد عليك ما راحش كيما نقولوا يقيسوك بالعين، بيسكو علاش تشوفك ومن بعد كيتنساك، ما تقعدش غير تهدر عليك ولا على اي حاجه درتيها ولا، فهمتوا قصدي؟ سي بورسان نقول لكم ولا غير راني برك نبارطاجي معاكم، ما ديروش في قلبكم تقولوا زهره اي تحكي لنا وتقول باللي عينتوني، حاشا ولله. اللقطه الدوزيام اللي صرات لي وهذه ربي سترني، وعلاش يقول لك دائما صدقوا يا البنات، صدقوا يا لو كان خبزه، يا لو كان هذيك المرميطه تاعك خرجي طبسي، يا لو كان القطه كي تصدقي لها وراكي ديتي اجر ربي بعد عليك البلا والمصايب، صدقوني. تخيلوا معايا هكا مع العشيه نسعى على ساعه نطيب حاجه حلوه ونخليها هكا ناكلوها زعما في العشيه، في الصباح الاميره تاكلها، درت كيك ما غبغي ما صورتش معاكم، بيسك حاجه خفيفه درتو في دقيقه، وكان نقعد نصور نقعد زوج سوايع، سي بور سان ايفيتي ساعات التصوير. طابت كملت قطعتها، كلينا انا وفاروق، كلات اميره، كانت 4:30 هكاك، ومن بعد كي كملت انا دايره في بالي رايحه لدارنا بيس كنت شويه مريضه وعيانه، قلت نروح اموا ماما تشد لي البنات وانايا نرقد شويه نريح شويه. ما لا البنات وزدت لها هنا بطايا وخ طبيعي يا اخي البنات مع هذاك الفورمات شوفوا كيفاش راهو يتجعد. رحت لدارنا مزيه غدوه من داك جينا على ثلاثه، تخيلوا معايا الفخ اللي تشعل من الجهه الفوقانيه وما فقتلوش، وحنا كي كان فاروق ياكل جاز على الفخ قال لي بلي راهو شاعل، قلت له لا طفيته، وانا دايره في بالي طفيته، كي دخلنا للدار السخان 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 تقتل، وكان عندنا البنان تلمو هذيك السخانه، كان البنان محطوط فوق الطابله الدنيا كامله ريحه البنان. واحد نهار بي قلنا وشنو هذا، كيف دخلنا الكوزينه السخانه انا رحت فتحت الباب تاع الطاقه، هو فتح الباب تاع الفوخ قال لي قلت لك بلي خليتيه شاع ولا غير الحمد لله اللي خرج سلامات يا على بالي كيما قالوا يا ما دار حتى كارثه، بايت لي انا حبيت نقول لكم الفوخ شاعل وحتى الغدوه من داك انا كي بدات تاع الاميره الخيوط يتخلطوا في راسي، تقعد تبكي ولا غنجي ندير حاجه ما نديرها وتتلف لي. الوغ نتوما ردوا بالكم لازم دايما تكوني حريصه على هادو العفايس ما تغفليش عليهم، انا صرات لي هادي الديكه وخلاص عاهد ربي غير نولي هكا فاتحه عينيا كيما نقولوا. وهذه هي نهايه لا فيديو، بقى لي غير نقول لكم نحبكم نموت عليكم، تهلاو في روحتكم ومع السلامه.